السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقك عليا يا نجم. حسام حبيبي اعتذر لتامر عاشور بعد أزمته مع شيرين عبد الوهاب. لايك ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد. وجه الفنان حسام حبيب رسالة اعتذار للفنان تامر عاشور، وده بعد أزمته وخلافه معاه خلال الفترة اللي فاتت بعد ما انفصل عن شيرين عبد الوهاب. وكتب حسام حبيب على خاصية ستوري على حسابه في انستجرام وقال: على فكرة يا جماعة أنا بهزر، هو فنان محترم وليه جمهور كبير وبيقدم فن راقي، أنا بعتذر له لو كان الهزار تقل، أنا بس كنت بنكشه لأنه تقلها عليا شويتين. كمل كلامه وقال: هو زميله محترم وبيقدم فن محترم، أنا بحب اللي هو بيقدمه، هو اجتهد ولكل مجتهد نصيب، معلش حقك عليا يا نجم. يذكر أن أزمة تامر عاشور وحسام حبيب بدأت وقت أزمة حسام حبيب وطليقته شيرين عبد الوهاب، وعلق ساعتها تامر عاشور على الأزمة على حسابه في موقع إكس وقال: كل اللي أقدر أقوله في موضوع شيرين إن مفيش كلمة واحدة بس من اللي اتقالت وانتشرت صح، أنا قريب من أهل شيرين ووالدتها وأخوها، أنا برضه أقول لها إني بحبها وكل الدنيا بتحبها وتحب فنها. أهل شيرين ما ظهروش في حياتها آخر سنتين تلاتة، أهل شيرين هم أهل شيرين من زمان، كل نجاحات شيرين كانت وسط أهلها وناسها اللي بيشيلوها من على الأرض شيل، يا رب يبعد عنها كل خبيث وأناني وفاشل وممثل، هي أطيب منهم كلهم وهم اللي وقعوها في كل المشاكل، أنت بمن حولك. والسلام عليكم ورحمة الله.